فريال ومعي سليمان. سليمان ود حمزة؟ الهنا ازيك؟ هاي يا سليمان، عشان خرطوم مسكتك مني لفض مرة؟ انت كيف حالك؟ نحمد الله على الشقا، هذا الحال يتغير ان شاء الله للأفضل. اتفضلوا اعقوا اتفضلوا. جعفر وينه؟ ما سامعين الهيو والحيو ابدا؟ معلش مستعجلين وعايزينه في كلمتين. وحات ابويا المدفون يوم الجمعة، اما دعشيتوا معانا ما بتمشوا. أسي منو عشاك؟ قضى نار مولعة فطير بلبن. خلاص انت جهزيو على بال ما نمشي ونجيك، عندنا جولة في الحلة. خلاص العشاء عندي هنا، ما تتأخروا إن شاء الله. ود عكر مينو؟ أنا سليمان ود حمزة. سليمان الأفندي؟ كيف حالك يا ود عكر؟ مبسوط، ماك شايفني بنطت. سلامات حبابك، حبابك لما تتكفي اللي ما عرفتي. أنا فريال زوجة ولدكم سليمان. بنت الخرطوم؟ أنا من المسالمة ومدرمان، ورحلوا جيني بلدنا برق العطشان. جينا للتحية والمجاملة، وحاجة تانية أهم من كده بكثير بتهمكم كلكم. عارف، استريح استريح. داير أقول شنو؟ قلت لك استريح، يقول يخليه. جحفر روحه معلقة في الهيو بذمتك، بعد الهيو وصل السما دايره يقع يكسر رقبته ويتكلم معاك انت يا ود حمزه. صدفه كويسه انه انا لقيتك انت.
خليه يحفر. صدفة كويسة؟ في موضوع مهم بهم الحلة دي دارين نتكلم فيه. انت بقى عارف واد عكر ما بياكل الصدفة ولا بيدنجر للواقعي؟ كلام فيه مصلحة عامة. تتكلم معاي بالصدفة وبالليل، وكيلك الله انا بالليل ده كان اديتني لبن ما اشرب وان اديتني قروش ما اشيل منك. افهمني يا واد عكر، انا ظرفي ضيق. ايه والضيق ذاته ما سمح، كان دايرني انا عندي دار تعلي بالنهار. الحاجة لي يا بنتي. أمي نصرة؟ سلمي مني. أحي 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 الحجاني أسنديني عيديني يا بنتي. يدك معنا مربوطة. أكلتني عقرب هشيم. عقرب؟ النبي عقرب. عقرب الهشيم شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعفر يا جعفر ألحق أمك. جعفر بيسوي لي شنو يا بنتي؟ الحقيني. والعكر خالتك نصر ام جعفر قصت عقرب. يا الكباش يا البحر الماشي عقرب ده كله من الحطب. الحطب قريته طاير معلق بين التريه وبريه. خلاص انا اربط حماري ده ونمشي. ده بيتك بيت بيت النبي زكريا. من عين الفتى القدة الواطة، ومن عين الضيف المثل السيف، ومن عين امك وابوك المثل اللي سود يتناشلوك. اخرجي اخرجي. ها سوي العشاء، الضيوف في الديوان. خفت 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 ولا ما خفت؟ خفت. ها وديك الحكيم؟ أنا أمك يا جعفر. بتلت للناس بالليل؟ لا لا والله خفت. أها أنقذ لكم؟ أنقذي أنقذ لكم؟ ليه فوق؟ ليه فوق؟ ليه فوق؟ تاني ها ليه فوق؟ ليه فوق؟ عليك الله يا سليمان، أفتح الموضوع ده معاهم طوالي، أنا بكرة عندي شغل في الخرطوم. أفريال أنت براك عارف الموضوع خطير، محتاج لسياسة. كيفك يا ولد حمزة؟ You're very good. السيدة دي بقى لي خير تمشي علينا سلحنا بيغال. ما بحتاج، عادي ممكن أتعشى معاكم. عادي؟ عادي كيفين؟ تدخل يدك مع الرجال؟ والله يا أولاد المدارس والله إني مرة تدخلي ده مع الرجال تلقاها ما في. سليمان أنا حستناك في العربية لحد ما تخلص. قالوا الزاير في يد المزيور. أنت تمشي بغادي مع النسوان، إذا ما بتاكلي مع النسوان يسووا لك عشاك براك. يا جماعة الموضوع ما كده، نحن جايين لموضوع مهم جداً. الأهم من كده أنتوا ضيوف، ونحن ما بنسأل الضيف من اسمه إلا بعد 3 يوم. أنا ما جاي ضيف، أنا جاي سليمان واد حمزة واد الحلة دي. لك 11 سنة في الخرطوم بقيت واد الحلة دي كيه؟ معلش اسمعوني، أنا جاي بخصوص. الجاي بخصوصه نحن عارفينه. أنا لازم أتكلم. خلي ضو النهار يطلع، الدنيا ليل والليل ده قوس. يا جماعة نحن أولاد عم، وأنا ما غريب وما جاي أقول كلام فيه ضرر،
أنا جاي أقول كلام فيه مصلحتكم. ود عكر، نحن كانت عترت لنا مرة بالليل بنوديها الحكيم؟ نعصب لها بطونة والصباح رباح. أكل عشاك ده وتجمع في بيتكم، والليل صفحة بتنطوي، وكلام الليل بيمحاه النهار. بلد مظلمة وأهلها صعبين. آه طبيعة الناس كده. الحياة الثانية فاهمين الموضوع ويعملوا لك ما عارفين. أهلنا ديل ثقافتهم كده، عندهم مشكلة مع الليل وبخافوا من الوافد الجديد الزيك كده. العجيبهم في الحلة دي شنو؟ لا كهرباء مستقرة، لا خدمات، لا إنتاج. قالوا لهم القرى الثانية وافقت على الرحيل عشان السد هيغرب باقي القرى. قدامنا مهمة صعبة، شد حيلك يا فريال. أنا ما شفت ناس زي ديل، ما عارفك حتفتح الموضوع ده معهم كيف. ناهيك عن تقدر تقنعهم. وافقوا ما وافقوا، الحلة حتغرق وفي النهاية حيرحلوا. لا، نحن عايزين نضمن لهم حقوقهم ويستلموا تعويضاتهم بشكل حضاري. نشوف بكرة يحصل شنو، بس عليك الله اشتهي لي فطيرة بلبن لذيذة كده من يدك الحلو. حاضر. الشكل يديه ما قاعد تدفعين فيه الحمار. المروه وينها؟ عافية ناس، صباحكم زين. الله يعافيك. سليمان ودى المدارس ودى الخواوين. الحين ازاي؟ يحميك الله من شر خلقه. طالعين ولا شنو؟ ماشي حلة البير، الحق الطاحونة دقيق عيشي ده. أنا ماشي على الجزيرة، عندي حوض بصل. أها، جيتك في بيتك والدنيا نهار. سمح، امشاكا عليك على الحيط. أها شنو؟ شوف يا سليمة، نحن كلام بعد بكرة عاد نعرفه. عارفين انك داي تقول شنو؟ الغرة اللي على البحر كلها رحلت وداينا نرحل، ما كدي؟ بتغرقوا، لأنه لما يقوم السد الموية بترد عليكم، ومن ناحية هندسية الغرية حتغرق. هلا هلا، سويت راسك مع الحكومة وجاي تقول لنا ارحلوا؟ ارحلوكم لحتة أفضل ويعوضوكم زي ما عوضوا ناس القرى الثانية، ونحن لو ما القرى البديلة أفضل ما كان وافقنا. قد لف الحل دي وعينك في راسك وضانك تسمع، وأنا مع الكثير ما بسوي لي راي برايشي. يلا يا ولد. سمح يا أبا. حلة طاحونة ما فيها، العجبكم فيها شنو؟ واقرب مدرسة 10 كيلو. جعفار المفازة. الله الله ود الخواويط، أبيت البلد دي ما يكون. البارح شايفك في الهيوب. أزود الهيوب ده بسوي يوم الحصاد، حاصين خلي بالك. اليوم نحن سويناه عشان نذكر الواطة دي ما تنسانا. الواطة تنساكم كيف؟ صايمة الواطة، صايمة صوم طويل. حتى النخلة، النخلة اللي كان بتستي في الشوال بيقتل الريح. الحبة ما بتديها غير بليحات مصرصرات. النمل ما بيرضابن. والقمح؟ القمح كل ما نجري عليه يجري مننا غادي. والسواقي؟ البحر جفل يبس، بقى زي الشامة في التور الأبيض. سمح القاعد الله شنو؟ ده الكلام اللي بيجي مع مويتك من قبل حرقك السمل الكليمي دي. العاجبكم في برق العطشان شنو؟ عجبانة، عجبانة برق العطشان.
هل في لا بأس عليك يا ماما؟ مالك؟ ولا حاجة، شديدة ولذيذة. جيتك قريبة عشان أوريكي حاجة. ده شنو؟ ده سد مروي، حيكون عامل كده. بخيته مبارك عليه أهله. وبعد ما يقوم السد ده، القرى دي كلها هتغرق. عارفة كده يا أمي؟ وكده هتغرق. الفايدة شنو؟ السد خير عام، والبلد كلها حتنور بالكهرباء، وأريضكم الجديدة ذات السد حيرويها. يرويها كيف وهي غرقانة؟ نحن حنرحل لقرية نموذجية جديدة. يعني خلاص؟ برق العطشان قتلتوها وبكيتوا عليها ودايرين تدفنوها وما تصلوا عليها؟ أفهميني يا أمي. مداينا الله من هنا ما مارقين. بتغرق الحلة دي كلها مهددة بالغرق. ما تغرق، نحن ذاتنا دايرين الغرق ده. هاك ذوق طعم وعطاتنا. بالنهاية عجور. المعارف يقول عجور. يا يحفر، نحن قعدنا مع المسؤولين واتفقنا معهم على كل التفاصيل. قعدتوا كمان؟ الله يدي قعدة ما منظور مثيلة. التعويض مجزي، والأرض حتكون مروية، والحكومة حتساعدنا، بتساعدنا بالتمويل، وحنستخدم الهندسة والتغنية العالية، والسد بينتقل الكهرباء يا جحفر. كهرباء تغطي السودان كله، وحتكون في قرية نموذجية فيها خدمات، مستشفى، وكل خدمات الحياة العصرية. في بحيرة السد مارس حياتك دي ذاتها وبمركبك دي ذاتها، والسمك وفير. كملت كلامك؟ يا جحفر انت زول مؤثر، عايزك تغني عن الناس، ما عايز زول معارض. نحن لازم نتكاتف كلنا والمستقبل افضل. كده كلامي خلي في بطني. تعال بعدين العصر نتلمى، ناخد لينا قعده ونلزم الجابره، وناخد خشم خشمين. خلاص بعدين، لكن وين؟ ايش انا والدبريد ولا مطيب والدبريد؟ اهلا بك يا عم عكر. اها الاخبار شنو؟ شن قال هم منو؟ الناس جايين رايحين من الحل دي. الناس منو؟ ما انتوا، انتوا قولكم شنو؟ أها أنا سبوك رأيي شنو؟ الحلة بتغرق والأغلبية وافقت والسد قايم، تاني جاجع شنو؟ مليتوا الاستمارة؟ ملينا الاستمارة واستلمنا خرطة بيتنا الجديد كمان، انتوا استلمتوا؟ والله يا ولدي عمك راسه مشطوب له يوم الليل. راسك ما يشطب يا عمي ودعكر، سوي لك رأي حتى كان عوج، العديل رأي ولا عوج رأي؟ ونصيحتي لك يا عمي ودعكر، الرأي العديل ما زيه بديل. طيب مع السلامة. ودا تكل. الله يديك العافية. اها يا الهنا، جحفر رايه شنو؟ جحفر سيرت الكلام في الموضوع ده قصه ما بدوره. ويتو ودعكر ما عنده راي، دراعه سابق رايه. كاننا بالتشوره شوفينا نحن مدفونين ونحن حيين. كان جاتنا فرصه تغير حياتنا نحمد بها الله. البحر رجع يعني نحن كنا وين وماشيين لمتين؟ ها ننقل في المويه عشان نصل الزير والهواء يشربها. نحمد الله. قهر الله. هلا هلا تعجبوني يوم اللمه يا ناس برق العطشان. اختصر كلامك يا جحفر، في ناس وراك دارين يتكلم. اول شي قبل ما يتكلم، انت يا سليمان جاي بعربيتك دي، ودعكر ده جاي بحماره، وانا جاي بكرعي. هاي لكن عربي يا سليمان خدمة يمينه وعرق يمينه. هاي باقولنا شي، انا يا اخوانا شايل كربي وماسك دربي. اصبر لي خلوني نتم كلامي. عايز تقول شنو في النهاية؟ تعال طيب وتعال يا ود عكر. امسك دي يا ود عكر. امشي يا طيب اعصب عيون سليمان دين، وانت يا ود عكر اعصب لي عيوني. يعصب عيوني ليه شنو؟ خليه يعصبه اول وبعدين بوريك في شنو. اعصب. عصبتني يا جحفر، قول كلامك.
انا يا اخوانا بفتخر اني ولد الحله دي. بتعرفني وبعرفها، وجانا ولد المدارس ده والضل البارد ده رجع رحلنا من الحله دي. نرحل لاننا حنغرق، ونرحل لاننا رحلين للافضل. انت رحلت من زمان، من زمان، وسكنت المدن، ولانك ما مننا جاي الليله دار ترحلنا منها. انا ما منكم يا جماعه، ما بتشهدوا انا من الحله دي؟ خلاص، اكان انت ود الحله دي وبتعرفها زي ما انا بعرفها، شدره شدره ولفه لفه وحجر حجر، ان احنا الاثنين عيوننا مع الصبات يا سليمان، والبمرق وبيمشي يدخل بطن بيته ويقعد في عن قريبه، يبقى هو ود الحله دي، وكلنا نسمع كلامه وناس. بس ده ما منطق. عشان انت الشجر ما بعرفك والوطن ما بتعرفك خايف منهم، لكن انا يا اخواننا قدامكم هسع بمرق، اكان طقشت لي شجره ولا عتر لي حجر، ابقى انا ما جعفر. حرام يا حجة لموعد صلاتك، إن شاء الله يكون سلمتك. ما لك رابط عويناتك وراسك من الوجع؟ كلمات سليمان لا تأخذ بهم. سليمان ميل براي الحلة، لكن أنا أسم القدر غداه. ماشي وين؟ جاي ماشي اشوف الكلام المرخرخ ده حد وين. يا ود عكر، يا ولد بريدة، يا ولاد شاشوب، يا ولاد شاويش، أنا من ريحة عرقكم بعرفكم. أجانا ولد المدارس ده قال داري رحلنا من الحلة دي، والحكومة بتعوضكم. برق العطشان دي بتتعوض؟ بتتعوض؟ ليه ما بتتعوض؟ اللمة دي بكم؟ اللمة حتكون أفضل في المدينة الجديدة. البحر البديل بكم؟ البحر ببحر. روحنا دي زمان حلقت وعجبتها طينة برق العطشان ونزلت فيها، البسين لنا منها بسين روحنا. يا جماعة ما تسمعوا كلام جحفر؟ ويسمعوا كلامك انت؟ اللي عايز يستلم تعويضه يجي يستلم استمارة ويملاها، وفورا يستلم أرضه الجديدة وتعويضه المجزي. والمعايز المعايز معايز. خلاص خلاص يا اخوانا، انا ما عايز ما عايز. يا امي ممكن تسمعيني شويه؟ ما جيتيني قبال ده وقلت لك ما تجيبي لي سيره الرحيل. المشكله انه الغالبيه العظمى ملت استماراته وفضل جحفر، وانت بحكمتك ممكن تقنعيه وتأثري عليه. اقول لك كلام، كان جحفر ضرح العديل كدي انا ما راح له. يا بنت المدن ما تشوفي لك شغاله تقضيها؟ ده مستقبل اولادك يا ود عكر، امسك. ديو معاذ يا ولد معاذ. ايوه يما. امسك املى الاستماره دي، ابوك لا بيعرف يقرا ولا يكتب. هات جيب انا بملا. هات لي. ود عكر منو؟ الاسم بالكامل ود عكر منو؟
عمري ده كله عايشة معاه غير ود عكر ما بعرف ليه ويسي. اسمي أحمد عبد العال بشير بن غوسين ود عكر، لكن ما تكتب. أكتب يا سليمان أكتب. أحمد عبد العال بشير. وفا جعفر حبابة ابو الرجال ما بيضرعوها قماش. جعفر يا اخوي ايش انا شماد ما يجيبوا لك كلام ويقولوا لك ود عكر استلم الاستماره؟ جيت اكلمك بين رقبتي. المره كبست رايه فوق رايك. راي العقل مسموع يا جعفر. جعفر مجنون؟ جعفر هواش؟ جعفر ما عنده عقل؟ خلاص اشتريت لك عقل من الخواويضة ود عكر؟ أنا غايت مضيت وبصم. خلاص كنت مضيت وبصم حبر البصمة سووا حنة وانقز لا فوق انقز لا فوق يا البايع دارك. تحفر أخويا زول ما بيبقى براه والشدر ان وقعت بتقع عليه أخوته. شدر لا بتقع شدر بتموت واقفة يا ود عكر. نزلوا الحطب ده تعالوا اوصلكم خطوه في الظهريه. نحن خلاص وصلنا كتر خيرك وما يفوت لي غيرك. الحمى ما كلمتك؟ انا مع شنو كمان؟ انا مره خضراء وجحفر نار ما زول. عيني توبك ده عيني رجلينك في الواطه. الحال ده لازم يتغير. دي ما عيشه دي. انا كلمتها قلت لها ان احنا مضينا على الرحيل. الكلام ما كفايه ولازم تجي في موقف قوي. جعفر في النهايه ما بيعرف مصلحته. كلام الناس ديل في مصلحتي. على العموم دي الاستماره استلميها انت اذا رفضت امضيها نحن بنقبلها منك. استلمي. هاك دي شنو؟ ما عارفاها. لما نيجي جحفر اديها ليه. جحفر غريب عليك؟ عاد ماشيين نقعد برانا يوم ما نصرة والله اصبع الواحد ما بغطي الوشي. وشينا عيب وشنو؟ اللي يقول الشمات هدومنا مقطعة ونعنا نصها ما في والرمد دخل الكبد. موية تحت التبن قتلنا. الناس بيقولوا الدار الجديدة واسعة وبقولوا الدابة السريعة والدار الوسيعة ينادر الخير والخير يناديه. قوم يا ولدي قوم من الواطة ابقى فوق. الورقة الشوم دي بكام ما جبتيها رجعيها.
الحقوني بابايا هاي. بشر بشر يا زول بشري بالخير. والله الواطن جديدي واسع والبيت ما شاء الله تبارك الله. هو التعويض به؟ التعويض والله ادوني جلس قروش في حياتي ما حسبته. ده القروش؟ جعفر ما في زول ما وقع تاني. راجل احمق وما بيعرف مصلحته. اعطيه في حالات ما يوافق. فردي واحد ما بيأثر على الجماعة. خلاص ننتظر يوم واحد ونرفع الورق. ولا دقيقة. أنا سلمت الاستمارة لزوجته. لو وافقت خلاص. تفضل. انضم معايا يا جعفر. ما تسكت، فضي بطنك. عيب الراجل يسلموا عروس زي نوار تطلع يجوعها ويخليها عود. أنا ما زميتك. يلبسها توب زي قشرة البصلة. نعالة رضا ما في والرمض يخش الكبد. عشان ما جابوا لك الكلام. انت يا الهانا صبرت علي صبر البعير على الشيل والسفر الطويل. انا ما لميتك ولا زميتك. طراطيش الكلام شنو يا ولد؟ الجوع سكين يمه وانا جيعان وجيعان ما سترجعان. كلامك ده كلام زول قنعان. شوف يا بنت الناس، انت عايشه معايا على جو مقيده. شوفي ليك شهدين اثنين، انا بفك ايدك وتمشي مكان المستقبل المشرق. جعفر جزا المعروف عشر كفوف. انت شهد ضيفان، كان حلبوها ما بتكفي، كان ضبحوها بتعشي. وافليلي 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 يا شمات اولاد الحرام الكذابين. ريتو كان كلام شمات الهنا. ده شوف عين وسمعضان. وانا يا الهنا ما قايل روحي ممشيك حفيانة، لكن شوفي مكان كفايتك وين. وانا لومك علي اسرحك كان انا سجانك. والله والله 30,000 مرة اسمع مني حليفة. تفارق الهنا الا فارق لك الحياة الزهنة ده. وانت ابقى زول سرحة ساك. منو؟ أنا جعفر. أنا الموت يا سليمان. أنت متهجم علي؟ أنا ما متهجم عليك. أنا جاي أقول لك كلامك اللي قلته لمرتي أنا شفته بعيني دي يا سليمان. أنا ما قلت حاجة غلط. ده ما السبب اللي جابني ليك يا سليمان. أنا جايك بخصوص بيع الأرض، بيع الحلة يا سليمان.
نحن أريدنا ما بنفرط فيها، أريدنا يا نقدر فيها بعزة يا نموت لندفن تحتها. موضوع أرض العطشان مات واندفن وقامت محله مدينة جديدة اسمها نور الأمل. أنا ما جاي أتونس معك، لا أنا جاي أتحداك. بكرة الصباح بنتلاقى أنا قدام هناك، أنا براهن على عيني يا سليمان. أنت بتراهن على شنو؟ أنا ما خايف منك. بتراهن على شنو يا سليمان؟ العين بالعين. أنا وأنت بكرة بتحت عند النيل، أنا وأنت وبس، راجل لراجل. ما في راجل بخاف من راجل. خلاص خلاص، بكرة في الموعد أنا وأنت بس يا سليمان. من حجر المخاضة هناك بتحت. سليمان تعال متسلح. يا سليمان كان قتلتني انا عافي ليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحنا مالك جعفر من امبارح يسيب في السكين حقته، لا اكل لا شرب ولا اتكلم مع زول، وقام من دخش الرحمن مشى على الجبل الحدى البحر. الله يكضي بشينا. خلاص امشي على اهلك وانا بحصله. خلاص انا بمشي معاك. قلت لك امشي تمشي فيك. يا رجل ها ماشي ماشي حصيل الناس ديل. ابعد من الشر وغني له. قلت كدي هاي اسمع يا ود الخوف، انا في ذا برق العطشان وفيشان خاطر برق العطشان تهون المهانه والمحارم. لو انت راجل نحن برضو رجال، نحن أولاد عم جعفر، أولاد عم. تعال تعال نتكلم بالحكمة وانا على إبليس واسمعني. أنا جعان ومرتي مقطعة وحفيانة وبطونة حافة وعيونة لهفانة ليه مدينتك الجديدة، لكن أنا ما تفهمني غلط، ما تفهمني غلط يا جعفر. أنت قايل الحلة دي بتقدر تبيعها بورقة بيضة وتقبض تعويضة؟ انت غلطان يا سليمان، الحلة دي ما بتتباع. ورقتك البيضة واستمارتك مشرطة. انا الليلة بشرط روحك. اسمعوا يا طير، اشهد يا شجر، اشهد يا برق العطشان، اشهد يا بحر، جعفر ود ابوه وجده غرر يعور عين الشيطان. لو قربت خطوة هضرب في المليان يا جعفر.
جعفر انا كنت قادر عليك لكن احنا اولاد عم عشان كده انا ما ضربتك. انت بتضرب في الهواء. انا ما بضرب في الهواء. انا داير لسانك ده الخشيت بين ناس ولا اقول لك انا داير عين الشيطان دي. الحمد لله الشرطة جات في الزمن المناسب. والحصل شنو وصله؟ جعفر ضرب سليمان بالسكين في عينه. الخلع علينا. لكن في ريال اتصرفت، اتصلت بالشرطة. لو ما كانت اتصرفت كان جعفر قتل سليمان بالسكين والله. ودوه الحراسة؟ لا. ودوه الفندق. أشي يقولوا لك سكاكين ودموع، تقولي ودوه الحراسة؟ هيكون ودوه وين يعني؟ أنا ما جايكم عشان الكلام ده، أنا جاي أقول لكم البيوت الجديدة جاهزة، وممكن من اليوم ده ترحلوا طوالي. ماشينا لم قروش التبرعات، قروش الدية عشان نمرق جعفر من السجن. جعفر ده خلوه في السجن، جعفر ده كان سجن الحلة دي كلها. عليك الله، شوف نحنا كنا وين والليلة وين. أحمد الله أحمد الله، لكن الناس بالناس. أها ودعتك الله. تقعدوا عارف السلام عليكم ناس البيت. مرحبا. السلام. كيف حالكم؟ اهلا الطيب، تفضل. الله يديك العافيه. حجه نصر ام جعفر كيف حالك؟ حبابك يا ولدي. الله يديك العافيه. مرحبا. خالتي الهمة. الزياره جايه، انا دار امشي معك السجل لجعفر. سمح تفضل، انا اجيب لك مويه من الثلاجه. قبال المويه البارده، انا دارك معي في مشوار مهم. سمح تفضل. حجه نصر ان شاء الله الدار الجديده عجبتكم. الحمد لله يا ولدي، بس ناقصة جعفر. الناس دي كلها استلمت راضية ما شاء الله زي ما انت شايف. كان بالك ليه جعفر؟ جعفر ضيع نفسه وضيعنا معاه. حق جعفر ما بروح، ونحن ما بنرضى له حقه يروح. هسوي له شنو انا جعفر؟ جعفر ما بياكل الصدفة، وما بيتكلم بالليل، وما بيعرف مصلحته. حقه محفوظ، بس هو يوافق. جعفر محكوم بالدية، من وين نجيب قروش الدية؟ يا خالتي احنا رجال ما بنحسب قروش. مدحتك الله. امك بتسلم عليك يا جعفر. ما جات معك ولا ما دارت تشوفني في السجن؟ السجن حق الرجال. السجن ما حق الرجال، السجن حق المغفلين، حق ناس مطبلين عقولهم من الحكمة. خلاص عشان مضيتي وسلموك بيتهم وعليك خشمك بيه وسكتتي. الفرق بين برق العطشان ونور الأمل، فرق السائر للطائر، فرق الحي للميت. كمان البيوت السمحة، الموية الحلوة، الكهرباء، الزراعة. الروح ردت فينا بعد ما مرقت من كرئينا. انت شفت السدى جعفر؟ بعد تمرق بتشوفه دنيا خمج. شبعنا شبع. ابيع لك؟ فريال. اهلا. أمي نصرة دي عندها كلمتين دايرة تقولي ليك. خير يا أمي، في شنو؟ لساني مقطوع،
أقول شنو؟ أبلع روحي؟ الشحاد ما ليه مجدة يا أنا ما أدقر يغطي ما جاء عن تكيل مدور العفو يا بنتي أعفي مني أعفي مني لله والرسول أعفي مني رفضت التبرعات بتاعت الدية لشنو يا عم جعفر؟ وانا خلوني انا قاعد في سجن داخل كان تقبلها النبي قبل الهدية والشداعة والفراسة لها عنوان مهما كان يا جعفر نحن اولاد عم الدم الاسود ما بقي في بيناتنا انا وانت على الغريب أنا عافي ليك يا جعفر أنا عافي ليك عيني كرامة لي نور الأمل تروح